الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، ما زلنا مع سنن أبي داود وكتاب الصلاة، ما زلنا مع باب الأذان. باب ما يقول إذا سمع المؤذن. باب ما يقول إذا سمع المؤذن. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي بن قعنب، وصح الناس كتابا في الموطأ عن مالك، ومالك ومالك بن أنس، مالك بن أنس كما قال من الشافعي ذكر الحديث في مالك النجم، عن ابن شهاب هو الزهري أمير المؤمنين في الحديث. الزهري أمير المؤمنين في الحديث، عن عطاء بن يزيد الليثي من السقاط قال: عن أبي سعيد الخدري مالك بن سنان رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء. نعم، جزاكم الله خير. إذا سمعتم النداء، يعني المؤذن والأذان، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فقولوا. هذا أمر، وظهر أمر الوجوب. جمهور العلماء على أن المطلوب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجمهور العلماء على أن المطلوب أن الإجابة على الاستحباب وليست على الوجوب. فقولوا مثل ما يقول استحبابا لا وجوبا. نعم، هذا ما عليه جماهير أهل العلم، ولأنه الصارف عندهم أنه كان يؤذن، ولم نرى الصحابة من كان يعني ألزم عموما الناس أو عموم الناس بالإجابة، بل كان يؤذن وكان يتكلم بعضهم يعني. والحق أنه الصارف من الوجوب إلى الاستحباب يعني ليس سمت شيء ظاهر يصرف من الوجوب إلى الاستحباب، لأنه قال قولوا مثل ما يقول، وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب. حديث على إطلاقه أخذ به بعض العلماء وقال بأن ترديد الأذان يكون مثل ما قال المؤذن عموما، حتى في الحيعلتين يقول مثل ما يقول المؤذن. والحنفية يقولون، وطبعا هذا قول الجمهور، طبعا سيأتي أنهم يقولون دون الحيعلتين، عندهم وجهة النظر الفقهية في ذلك أنه لو كرر حي على الصلاة حي على الصلاة حي الفلاح الفلاح كالمستهزئ أو كالمحاكاة بالاستهزاء، وهذا لا يصح أيضا أن يقال بأنه المقصود به الاستهزاء، ليس المقصود به الاستهزاء بحال من الأحوال، هذا كلام خطأ. لكن هو في عموم الحديث أنه قال فقولوا مثل ما يقول المؤذن. لكن هو هناك رواية أخرى جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في الحياة علتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيكون الترديد هنا ترديد الأذان، يردده إذا قال المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فقد ورد في حديث في صحيح مسلم مفسر له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صنف حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يتبرأ من الحول والقوة إلا بالله جل في علاه، كأنه قال لن أتحول من الكسل إلى النشاط، ومن التقاعس إلى الطاعة والعبادة إلا بالله، إلا بالله. لا، المذياع ليس أذانا، المذياع ليس أساس أذانا، فلذلك لا يصح. والحديث فيه دلالة واضحة جدا على أن السامع يقول مثل ما يقول المؤذن في جميع ألفاظ الأذان،
وهنا بعمومي قال ما يقول مؤذن على التعميم حتى الحي علتين، والجمهور على تخصيص الحي علتين بحديث عمر بن الخطاب بأنه قال فإذا قال حي على الصلاة حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح حي على الفلاح أيضا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وإن كان البعض أخذ بعموم الحديث، ولذلك ابن المنذر قال يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح، فيقول تارة كحي على الصلاة حي على الصلاة، وتارة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال بعض العلماء من أهل الأصول قالوا إذا ورد الخاص والعام الأولى ألا نحمل العام على الخاص حتى لا يكون قصرا، ولكن يعمل بالخاص والعام. طبعا أصوليا هذا خطأ، لأنه يبحث عن مراد الله جل في علاه ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في هناك وجه عند الحنابلة أنه يجمع بينهم، يقول حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، فيجمع بين الأمرين، يجمع بين الحديث الذي جاء على التعميم ويجمع بين الحديث الذي جاء في التخصيص بالحي على بأن يقول بالحوقلة. وطبعا كما قلنا الظاهرية هناك بعض الحنفية وبعض المالكية يقولون بأن ترديد الأذان واجب، لأن الحديث قال فقولوا وقولوا أمر، وظاهر الأمر الوجوب ولم يجد صارفا. وما استدل به جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة وأيضا المالكية بل والحنفية بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع المؤذنا فلما كبره قال الله أكبر الله، قال على الفطرة، قالوا وقال على الفطرة لم يقل الله أكبر الله أكبر، لم يردد يعني، فلما تشهد قال خرج من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غير ما قال المؤذن، ففيها دلالة على أن قوله قولوا مثل ما يقول على الوجوب على الاستحباب لا على الوجوب. هذا أقصى ما وصل إليه الجمهور، والحق أن كلامهم ليس بظاهر هنا، لأنه يمكن أن يقال بأنه كان يردد وقال أيضا على الفطرة، وقال خرج من النار لما تشهد وقال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله خرج من النار. فهو الصارف عند الجمهور لا يسلم من المعارضة، الحق أن الصارف عند جمهور أهل العلم لا يسلم من المعارضة. وهذا حديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والدرقطني وأيضا ابن خزيمة وابن حبان. وقال المصنف حدثنا محمد ابن مسلمة من الثقات قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب ثقات الأزبات الفقيه المحدث المالكي قال عن ابن لهيعة، ابن لهيعة تعلمون عبد الله بن لهيعة يعني ضعيف ومدلس، طبعا ضعف حفظه لما احترقت كتبه أكثر. قال وحيوة ابن شريح حيوة من ثقات الأزبات قرينا مقرونا بسعيد بن أيوب أيضا الخزاعي مولاهم أبو يحيى المصري قال ابن معين والنسائي ثقة، قال ابن سعد كان ثقة ثبتا، وذكر ابن حبان في الثقات مرصع بالمصريين، هذا مسلسل بالمصريين عن كعب بن علقمة بن كعب بن عدي التنوخي أبو عبد الحميد المصري ذكر ابن حبان في الثقات أيضا عن عبد الرحمن جبير ومن الثقات عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، هذا حديث صحيح. وعبد الله بن عمرو بن العاص دخل مصر أنا وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن أي صوته بالأذان يعني فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها أي بثواب الصلاة التي صلىها عشرا، ثم سلوا لي الوسيلة إذا نوى الصوم ثم شرب الماء بين الأذنين. هو الحق أن الأذان ليس على وقته الصحيح يتم صومه،
الأذان ليس على وقت الساعة، لكن هو تباعد الوقت، لو تباعد الوقت ثلث ساعة مثلا فلا ما نصوم. نعم، هذا الحديث قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. ويأتي في الخلاف الذي ذكرناه، هل يقول حتى في الحيعلتين أم نقول بالتخصيص أنه عند الحيعلتين يحوقل ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: فإنه من صلى عليها ثم صلوا عليه يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال: فإن من صلى عليها مرة صلى الله عليه بها عشرة. قال: ثم سألوا الله لي الوسيلة. الوسيلة هذه يعني منزلة في الجنة، لأن هذه الوسيلة منزلة في الجنة، فهي مرتبة رفيعة، نعم، لا تنبغي لا تليق إلا لعبد واحد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا. وهذا من وحي الله الذي فعله أنها لنبينا صلى الله عليه وسلم. هذه المنزلة وهذه الوسيلة المنزلة في الجنة، وأيضا أصلها وسبيلها إلى الشفاعة التي تكون لنبينا خاصة وليست نبي من الأنبياء عامة. قال: فمن سأل إياه الوسيلة حلت له الشفاعة، يعني صارت حلالا له، نعم، واستحق الشفاعة. فمن سأل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم منحه الله الشفاعة. وهذه من أفضل ما تكون مكافأة للإنسان عندما يحرص على الأذان ويردد الأذان ويسأل الله الوسيلة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يكون قد حلت له شفاعته، وهي الوسيلة التي هي المنزلة في الجنة. وقيل الوسيلة هي الشفاعة، بأنه عندما يدلهم الخضب واشتد الكرب يلجؤون إلى كل نبي، يذهبون بها إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: أنا لها أنا لها، فيستأذن على ربي فيؤذن له فيخرج ساجدا، فيثني على الله، يحمد الله من محمد علمه الله تعالى إياها وهو ساجد، ويقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هم هؤلاء الذين يسألون الوسيلة لله جل في علاه. قلهم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هم حق الناس بشفاعته أيضا. وروى المصنف أيضا بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. وهذه فيها دلالة أن بعد الأذان الدعاء مستجاب، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين أيضا الدعاء مستجاب. وهذا حديث رواه أحمد وابن ماجه وأيضا ابن حبان. والمعنى: إذا قلت اللهم صل على محمد وعلى محمد، ثم قلت اللهم ربي أدي الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث المقام المحمودة الذي وعدته، فهذا يكون سببا في استجابة الدعاء، لأنك توسلت توسلا صحيحا مما يوصلك إلى استجابة الدعاء، وأن هذا التوقيت توقيت استجابة الدعاء، لا سيما أنت تدعو بأن الله تعالى يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه المنزلة وهذه المرتبة، فأنت إذا سألت تعطى في هذا التوقيت، وهذا التوقيت توقيت فيه نعمة من الله جل في علاه على عباده، أنه مجزوم بأن الدعاء في هذا الوقت مستجاب، أن مجزوم بأن هذا التوقيت الدعاء فيه مستجاب. طيب، نوقف عند هذا. الفوائد المستنبطة: يبقى العام على عمومه ما لم يأتي مخصص يخصصه. الحق كما قال علماء الأصول: لا تعارض بين عام ولا خاص، لا تعارض بينهما. فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تفضيل النبي على جميع الأنبياء، إثبات الشفاعة ردا على المعتزلة، الدعاء بين الأذانين، يعني الأذان والإقامة.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.